فيكم في قنوات يوميات مريم. اليوم راح أكملكم قصة سيدنا آدم. فقال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ وكان سيدنا آدم ذكيا. فحينما قال الله تعالى: هذه تحيتك وتحية ذرتك، قال آدم: ما هي ذرتي؟ فقال الله تعالى: اختر يدي يا آدم. قال: اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فبسط الله كفه فرأى آدم ذريته، فقال: ربي، ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. وسكى آدم من الجنة فمشى فيها وحيدا، فأحس بالوحدة. وفي يوم من الأيام نام آدم نوما طويلا، وشاء الله أن يخلق له زوجة، فأخذ ضلعا من أضلاعه، وخلق الله من ضلعه امرأة. لما استيقظ آدم من نومه رآها فأعجبته، فأخذها يسألها: من هي ومن خلقت؟ فقالت: أنا امرأة خلقت لكي تسكن إلي. ففرح آدم، ومن ثم أقبلت الملائكة هذه المخلوقة الجديدة، فقالوا: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولما سميت حواء؟ قال آدم: لأنها خلقت من شيء خير، من شيء حي. ومشى آدم وحواء في الجنة، وكان العدو خارج الجنة يحاول التسلسل إليها ولم يستطيع. فحذر الله تعالى سيدنا آدم من هذا العدو، وقال الله تعالى لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة، وكلوا منها ما شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. طرد إبليس من الجنة، وكره آدم كراهية عمياء، وعزم في نفسه أن يجعل آدم وحواء يهبطا من الجنة. كان هبطا هو، ففكر وفكر كيف يجعلهما يهبطان، وقال: نعم، إنها الشجرة التي حرما منها، وأن إبليس خلق من نار فهو شديد الغضب، والله أعطاه خاصية أخرى أن يرى آدم وحواء ولكن هما لا يراه. فهنا بدأت حرب الوسوسة. دعا إبليس آدم وحواء بتسمية الشجرة شجرة الخلد، فمن الذي لا يحب الخلد؟ وهو البقاء في الدنيا بلا موت. في المرة الأولى لم يستجب آدم وحواء لنداء الشيطان، فعاد إبليس ليقول مكران الوسوسة، ولم يفرح إبليس فعاد مرة أخرى غير يائس. في هذه المرة قال: والله يا آدم، إني لك ولحواء من الناصحين. فكان يظنان أن لا أحد يقسم بالله كذبا، فصدقاه. فبدأ يسمعان فقال لهما عن الشجرة فصدقاه، فأكلوا من الشجرة وهما يظنان أنهما على خير. فلما أكلا عرفا
إنهم على جهل، ومن هذه اللحظة عرفا ما هو الخير وما هو الشر. فناداهما الله وقال لهما: ألم أنهكما عن هذه الشجرة؟ فتذكرا كلام الله، لكنهما لم ينجحا في الاختبار، فكانا شريكان في هذا الذنب. فقالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ليكون من الخاسرين. فقال الله تعالى: هبطت لك أنت وحواء وإبليس إلى الأرض جميعا، وآدم ناد الكل يقول: غفرانك يا رب، اغفر لي يا رب. هبط آدم إلى الأرض، ألقى نفسه إلى قمة الجبل في الهند وحيدا، فراح يلتفت إلى اليمين والشمال، ولكنه لم يجد حواء، فظل يلتفت باحثا عنها، فسالت دموعه يبكي فراق الله في الجنة. وهيك خلصتنا حلقتنا الثانية، وكمان لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وباي.